السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. وأخيراً أعلنت شركة LG عن LG G6، هذا الجهاز المنتظر والمواصفات إن شاء الله حتكون رائعة وخيالية. طبعاً الجهاز هو عبارة عن الحب بالنظرة الأولى، كتير فخم. نحكي عن أول شيء وأهم شيء سوته، غيرت التصميم، تخلت عن تصميم الماجولر اللي هو التركيب وتشيل البطارية وحط بطارية، لغته صار الجهاز عبارة عن قزاز وألمنيوم وبطريقة فخمة كثير. فهذه أول نقطة. والجهاز يأتي بشاشة 5.7 إنش، طبعا دقتها 2K، وفي عندك 564 بكسل لكل إنش، فالوضوح عالي جدا ورائع. بالنسبة للمعالج، المعالج هو 800 سناب دراجون 821. ليش ما اختارت المعالج الحديث في جهازها؟ في أكثر من سبب، حكي عن سبب واحد اللي هو أنه سامسونج حاجزة على المعالج سناب دراجون 835 لجهازها S8، فقررت LG تذهب ب 821، وهو برضو معالج رائع جدا. بالنسبة للسعة التخزينية، بتبلش ب 32 أو 64 جيجا بايت، وبيجي معها 4 جيجا رام. الأداء عالي جدا، رائع يعني خرافي. والتعديل الجديد كمان الكاميرا، كان عندنا دول كاميرات في الخلف كل واحدة بدقة معينة، حاليا وحدوا الدقة، صارت عندنا كاميرتين بدقة 13 ميجا بكسل، الأولى عندها فتحة عدسة 1.8، أما الثانية فعندها فتحة عدسة 2.4. الأداء بصراحة رائع، وبنستنى النتائج نشوفها يعني مع التجارب إن شاء الله، وبنحكي عنها في الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. وكمان تحديث عندنا جديد في الـ LG G5، كان البطارية 2800 ملي أمبير، كانت صغيرة جدا وما كان فيه شحن سريع. حاليا البطارية 3300 ملي أمبير مع وجود شحن سريع، فأنت عندك مشكلة البطارية إن شاء الله إنه ما في مشاكل ومحلول. آخر شيء السعر، ما أعلن عن السعر، ولكن أنا بتوقع إنه السعر يكون ما بين 600 إلى 700 دولار، وهذا السعر لازم يكون زي هيك حتى تقدر تنافس في السوق وتأخذ كمية أكبر. بدكم تعرفوا معلومات أكثر إن شاء الله تابعوني، ولحتى تشوفوا أكثر لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. إلى اللقاء.